بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله رب العالمين، اليوم حنحكي في الـ Hypothesis Testing. أخذنا في المحاضرة السابقة كيف نحسب الـ Confidence Interval لـ 1 mean على أساس إنه هو المين تبع السامبل اللي عندنا as a point estimation، وحكينا إنه هذا ما بديناش فكرة عن الـ Population اللي أخذنا منه استامبل، لأنه المين هذا هو بس للسامبل، ولكن وهو point estimation، ولكن البوبوليشن نقدر نعرف الانترفال مين تبعه اللي هي interval estimation. فبالتالي بقدر أعرف من استخدام السامبل مين البوبوليشن انترفال تبعت المين. يعني اذا كان المين مثلا للاعمار في مرض معين عند السامبل كان مثلا 50 سنه، ففي البوبوليشن المين حلاقيه انترفال مثلا من 45 ل 65، بكون المين تبع البوبوليشن بقع في منطقه ما بين ال 45 وال 65. تمام. طبعا كيف بنعمله؟ عن طريق المعادله اللي تعلمناها وكلكم متذكرينها، اللي هي كانت البوينت استيميشن بلس ماينس الزد كوفيشنت لما اكون عارف الفاريانس، او التي كوفيشنت لما اكون مش عارف الفاريانس او السامبل صغيره. وبعد ذلك طبعا لازم اكون عارف الديجري اوف فريدم تبعت التي عن طريق السامبل ناقص واحد. بعد ذلك بضرب في الستاندرد ايرور تبع المين. الستاندرد ايرور تبع المين، تعلمنا كيف نحسب الستاندرد ايرور تبع المين، وكان الموضوع سهل. اذا كان عندي انا الفاريانس، فانا حاخذ الجذر تبعه واقسمه على الان على اللي هو الستاندرد ديفيشن على جذر الان. فاذا كان عندي الفيرينس حاخذ الجذر تبع الفيرينس بطلع لي الستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن بحطه على جذر الان، وبالتالي بعرف الستاندرد ايرور. هذا الكلام عرفناه مع بعض المره اللي فاتت. اليوم بدنا ناخذ لو كان في عندي two population means. ايش يعني two population means؟ وبدي اعرف الفرق الكونفدنس انترفال تبعتهم. يعني لو كان انا مثلا عندي مرضى ضغط اللي في قطاع غزه، طب مرضى ضغط اللي في قطاع غزه هذول في منهم ميل وفي منهم فيميل. طب لو انا جيت شفت مثلا متوسط اللي هو الاعمار تبع ضغط الدم، او متوسط اللي هو الدايستوليك بلاد بريشر نفسه، او السيستوليك بلاد بريشر نفسه عند مرضى ضغط الدم الميل قديش، وعند الفيميل قديش. نفترض انه مثلا الدايستول عند الميل كان 90، الدايستول عند الفيميل كان 94. بيجي حد بيقول يا عم في فرق، الميل اقل، الفيميل اكثر من الميل طلع. او نخليها بالعكس عشان يكون ايش منطقي، الفيميل 90 الميل 95 خليه. تمام. بيجي حد بيقول لك ايش يا عم في فرق منطقي بين، يعني واضح انه في فرق بين 95 و 90. بنقول له هذا عباره عن فرق رقمي، فرق رقمي، الارقام تختلف، لكن هل الفرق هذا بين المين والمين له دلاله احصائيه؟ ايش هالكلام هذا اللي اختلف؟ ايش يعني؟ تمام، عشان نعرف ايش يعني بدنا نشوف كيف بنعرف الفرق بين التو بوبوليشن مين، وبعدين ننتقل نشوف كيف بدنا نعرفه لو كان انا السامبل مين اللي انا جايبهم، يعني مرضى ضغط ماخذ السامبل تبعتهم والفيرينس تبعهم unknown كما هو العاده، كما هو العاده. يعني بدنا نروح للتي تيست اللي تعلمناه المره اللي فاتت على عينه واحده. اليوم بدي افترض انه صار عندي عينتين. نبدا بالسهل اللي هو البوبوليشن الفاريانس نون عندي، وانا بدي اعرف الفرق للتو بوبوليشن مين. وي ار انتريستد ان استيميتنج ذا ديفرنس بتوين تو بوبوليشن مين فور ايتش اوف فور ايتش فروم ايتش
of the population an independent random sample is drawn. أخذنا عند population كبير مرضى الضغط مثلا، أخذت اللي هو عينة مستقلة. From the data of each the sample means، أداني أنا في طلع سيء العينة فيها إيش؟ فيها مجموعتين. The sample means x bar 1 and x bar 2 respectively are computed. حسبنا المين للمجموعة الأولى من السامبل والمجموعة الثانية من السامبل. x bar 1 minus x bar 2 yield an unbiased estimation of هذولا، حيدوني الاستيميت، لأنه إحنا اتفقنا انه من الاكس بار واحد انا بطلع الانترفال يعني بطلع الانترفال تبعت الميو، الاستيميشن تبعت الميو واحد، مش هيك؟ الاكس بار واحد يعني اللي هي المين اللي في السامبل، الميو يعني المين اللي في البوبيوليشن، تمام؟ طب لو انا جبت اكس بار واحد ناقص اكس بار 2 حيطلع رقم، هو الرقم هذا انترفال تبعت ميو واحد ناقص الانترفال تبعت ميو اثنين حيطلع برضه رقم، هيك بكون عرفت تقريبا الانترفال اللي بتقع فيها الديفرنس بتوين البوبيوليشن مين الاولاني مع البوبيوليشن مين الثاني، فهمنا كيف؟ اذا ذا ديفرنس بتوين ذا تو بوبيوليشن مين هذا حائز كثير معروف عندي. ذا فيريانس اوف ذا استيميتور، الفيريانس في الاستيميتور، انا في عندي سيجما واحد سيجما سكوير اللي هي الفيريانس على ان واحد زائد سيجما سكوير 2 على ان 2، في عندي 2 سيجما، تمام؟ لانه عندي انا عينتين فكل عينه لها فيريانس. اذا كان البوبيوليشن فيريانس نون، انا عارف البوبيوليشن فيريانس عارفه، يبقى بدي استخدم الزد the 100 اللي هو 1 بلس الفا بيرسنت كونفيدنت انترفال فور ميو 1 اند ميو 2 جيفن باي، يعني انا لما انا بكون عارف الفيريانس كيف بدي اعرف 95% كونفيدنت انترفال باحتمال خطا اللي هو كم 1 ناقص الفا اللي هي 5%، تمام؟ بالقانون هذا قال لك اكس بار 1 ناقص اكس بار 2 هذا يعني صار البوينت استيميشن الديفرنس بين التو مين، زمان كنا نحط مين واحده، طيب كنا نحط بس اكس بار 1، اليوم صار اكس بار 1 ناقص اكس بار 2، فهمنا سهل. طيب بلس ماينس نفس الحاجه، بلس ماينس زد 1 ناقص الفا 2 نفس الحاجه، عندي 95% اللي انا بدي كونفيدنس انترفال، يبقى زد 1 ناقص الفا 2 هي 1.96 عارفينها، تمام التمام. طيب ايش كنا نضرب زمان؟ ضرب الستاندرد ايرور، قال لك هنا ضرب ايش؟ الستاندرد ايرور بس في البولد ستاندرد ايرور، ايش يعني البولد ستاندرد ايرور؟ الستاندرد ايرور للتو فيريانس، مش انت في عندك جروبين وكل جروب لها فيريانس؟ قال قال الفيريانس الاولاني له ستاندرد ايرور السامبل الاولى، والمين الثاني اللي هو العينه الثانيه الفيريانس الثاني له كمان ستاندرد ايرور، فانت بدك تاخذ الستاندرد ايرور تبع الاثنين، هذا تحت الجذر هو الستاندرد ايرور تبع الاولى، وهذا تحت الجذر هو الستاندرد ايرور تبع الثانيه، مجموعهم كله تحت الجذر هو الستاندرد بسموه البولد ستاندرد ايرور، يعني ستاندرد ايرور ل الفرق بين التومين للتنين. An examination of the confidence interval for the difference between the duration means to provide information that is helpful in deciding whether or not is likely that the two population means are equal ولا لا. أنا بدي أعرف الرقمين اللي عندي، أنت بتقول لي 95 و90 يا دكتور، يعني مش إيكوال، لا رقميا مش إيكوال، واضح إنه مش إيكوال، لكن ممكن بالآخر أنا أكتشف إنهم إحصائيا الفرق بينهم ليس ذو دلالة إحصائية، يعني كأنهم إيكوال، يعني كأني بقول 90 و95 واحد بس لاختلاف رقمي، هيك معناها، تمام. اذا هذا الكلام بدنا عشان اعرف ال 90 هل بيساوي 95 احصائيا ولا لا، بتفحص. كيف بفحصه؟ عن طريق الزد تيست او التي تيست، بدنا نستوعب، او عن طريق اطلع كونفيدنس انترفال لهم. طيب خلينا نشوف. When the constructed interval does not include zero، عملت انا انترفال، إذا الانترفال هذا يا أما بطلع زد يا تيست زي ما حكينا فوق، يا أما بطلع كونفدنس انترفال، إذا الانترفال يا جماعة
does not include zero، لا تحتوي zero، ايش يعني؟ ركزوا منيح، انا قاعد بقول لك اكس واحد ناقص اكس اثنين، خمسه ناقص، اعتبر انه هذا قد هذا بالضبط، خمسه ناقص خمسه ايش يساوي؟ صفر. اها طب انا طلعت كل المعادله هاي، ورحت طلعت انترفال للميو واحد وميو اثنين للفرق بينهم ما بين كذا الى كذا، اذا في احد المراحل ميو واحد ناقص ميو اثنين كان بيساوي صفر، معناه انه الميو واحد كانت في احد المراحل بتساوي الميو اثنين تماما، الميو واحد ها مش بحكيش على الاكس بار، انا عارف الاكس بار طلعت كذا وكان مش مشكله، لكن انا قاعد بعمل استيميشن للميو، اذا الميو واحد في احد المراحل كانت ناقص الميو اثنين تساوي صفر، معناها ان الميو واحد كانت مثلا خمسه والميو اثنين كانت خمسه لانه طلع الجواب صفر. وبالتالي معناه انه فعليا ما كانش في فرق، لانه احد المراحل بيتساوي الميو مع الميو. ايوه، لكن لو على طول الخط الكونفدنس انترفال اللي طلعت دائما كانت لا تحتوي صفر، معناه ولا عمره الميو واحد كانت بتساوي الميو اثنين. اها اذا ذا انترفال انكلود زيرو وي سي ذات ذا بوبيوليشن مي بي ايكوال، اذا not including zero the interval provide evidence that the two populations are not equal are not equal. تمام. طيب الان بدنا ناخذ مثال على الكلام اللي اخذناه، مثال سهل هذا لانه على البوبيوليشن مين، بقول لك الريسيرشر تيم از انترستد ان ديفرنس بتوين، يعني بدهم مهتمين انهم يعرفوا الديفرنس بتوين السيرم يوريك اسيد ليفل ان بيشنت ويز اند اوت داون سندروم، قال لك في ناس عندهم داون سندروم بدي اشوف اليوريك اسيد عند الناس هذول اللي عندهم داون سندروم واقارنه في ناس ما عندهم مش داون سندروم وشوف اليوريك اسيد برضه. In a large hospital for the treatment of the mental challenges في المستشفى بتعالج الناس اللي عندهم الداون. السام بالاخر جابوا 12 واحد والداون سندروم يل امين اوف اكس بار واحد كانت 4.5 للعينه، اكس بار واحد كانت 4.5. واحد بيقول لي انت قاعد تحكي لنا انه هذا الفيرينس نون، يعني مثلا هم كل اللي عندهم الداون سندروم مثلا 500 واحد هم عارفين الفيرينس تبعهم ولا لا، لكن لو مش عارفين حيروح على التيتس، فهنا يبدو انهم عارفين. هات نشوف ان جنرال هوسبيتال اسامي 15 نورمال انديفيدوال، راحوا جابوا 15 واحد عاديين اوف ذا سيم ايج اند 6 نفس العمر نفس الجنس وير فاوند تو هاف ا مين فاليو اوف اكس بار 2 بتساوي 3.4. It is reasonable to assume that the two population of value are normally distributed. قال لك الاكس بار 2 تبعت الانديفيدوال العاديين 15 واحد جاب هناك 12 جاب 15 والاكس بار 2 طلعت 3.4 دي كانت 4.5 مللي جرام. ملاحظين انه 4.5 بتختلف عن 3.4، لكن هل هذا الفرق اللي دلالة الاحصائيه ولا لا؟ بدنا نشوف. If it is reasonable to assume that the two population of value are normally distributed with variance equal to 1 variance equal 1 and 1.5 يعني 1 في العينه الاولى و 1.5 في العينه الثانيه، يعني هي الفيرينس اعطانا اياها معروف صار مش unknown known find the 95% percent confidence interval for mu 1 ناقص mu 2. طب كويس، يعني انت مديني حاجات كثير، مديني الفيرينس ومديني البوبيوليشن السامبل قديش، انا اجيب ستاندرد ايرور بكل بساطه. الستاندرد ايرور الفيرينس هذا بدي اجيب له احط الفيرينس على الان واحد واحطه كله تحت الجذر، صح؟ بيطلع الستاندرد ايرور زائد الثاني بيطلع الستاندرد ايرور، يعني بكل بساطه حيصير انا عندي الداتا ميو واحد ناقص ميو اثنين بستخدم اكس بار واحد ناقص اكس بار اثنين يعني 4.5 ناقص 3.4 شيل واحد وهي اثنين تمام وطلع 1.1 تمام.
ايش بدي الكو اوفيشنت 1.96 لانه احنا بنستخدم الزد، فصارت معروفه انه انا هستخدم 1.1 بلس ماينس 1.96. ضلت عندي بدي اجيب الستاندرد ايرور، صح؟ هات بجيب الستاندرد ايرور. ستاندرد ايرور انا عارف انه بنجاب عن طريق انه بقول السيجما تبعي اكس بار 1 ناقص اكس بار 2 هي عباره عن الجذر التربيعي الى سيجما 1 تربيع على ان 1 كله تحت الجذر، زائد سيجما 2 تربيع على اللي هو عن 2. سيجما تربيع ما اديني اياها، هي سيجما تربيع هي الفاريانس، يعني لان سيجما لحالها يعني ستاندرد ديفيشن، هو ما اديني الفاريانس. فسيجما 1 كانت في السؤال 1 1 على العينه 12، زائد سيجما 2 كانت 1.5. مش مصدقين هاي السؤال؟ ايوه قال لي هياته الفاريانس كان ايكوال تو 1 يعني في العينه الاولى 1 اند 1.5 يعني في العينه الثانيه 1.5 يعني سيجما 2 تربيع، سيجما 2 تربيع 1.5 على عدد السامبل، هاي عدد السامبل هاي 15، لكن هاي اللي سيجما تربيع تبعتها 1 عددها 12، هاي 1 عددها 12 تمام كله تحت الجذر. اول شيء قسمنا هذا على هذا وقسمنا هذا على هذا وجمعنا الرقم اللي بيطلع واخذنا الجذر التربيعي تبعه طلع رقم تمام، هذا الستاندرد ايرور. صرنا نيجي نحطها نضربه في 1.9 يطلع رقم هياته، وبعدين نجمعه على 1.1 وبعدين نطرحه من 1.1 طلع عندي رقمين، الصغير 0.26 والكبير 1.94. صار الديفرنس بين التو بوبوليشن مين هذول بين الميو 1 والميو 2 بيقع بين 26% لل 1.94%. هل هذا الرقم يحتوي صفر؟ لا يحتوي صفر، لأنه فوق الصفر، صح؟ معناه إنه ولا يمكن يكون اللي هو التوم مين هذولا متساويين أبدا. أوكي خلينا نشوف الترجمة عاد للانترفال اللي طلعت. قال لك we say that we are 95% confident، احنا بنحكي بثقة 95% that the truth that the true difference true الحقيقي مش تبع السامبل، ما انا عارف تبع السامبل 4.5 ناقص 3.41 1.1 مش هو هذا اللي انا بحكي عنه الترو that the true difference اللي هو 101 ناقص 102 ميو مش ايه تبع البوبوليشن ماله is somewhat او somewhere هو في مكان ما between 0.26 and 1.94 because in repeated sampling 95% of the interval constructed in this manner would include the difference between the two mean. يعني لو احنا رحنا عدنا وعدنا 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 حلالي انه difference between two mean في المنطقة اللي هو هذه. Since the interval does not include zero, we conclude that the two population mean is not equal. طيب لو الفاريانس كان unknown، اذا الفاريانس كان unknown معناه انه بطل احنا بنقدر نروح نحسب بسرعه الفاريانس على الان لانه مش عارفين الفاريانس تبع مين؟ تبع البوبوليشن. طب ايش اسوي؟ بستخدم الفاريانس تبع السامبل. اذا بدي استخدم فيريانس تبع السامبل قاعد احكي عن تي تيست تي ديستريبيوشن، مش هيك المره اللي فاتت اخذنا؟ اذا اللي اخذناه كان تمهيد للمحاضره هذه تمام. طب ايش حنسوي؟ ولا حاجه زي ما عملنا بالفيريانس بنعمل هاي، بنجيب التو سامبل اللي عندي باخذ الاكس بار 1 ناقص اكس بار 2 وبلس ماينس بدل مكان الزد بستخدم التي 1 ناقص الفا 2 الريلايبيليتي كوفيشنت تبع التي. طيب وبعدين بضرب بالستاندرد ايرور اللي بنسميه بول ستاندرد ايرور. ايش يعني بول؟ يعني بدل سيجما اللي هو 1 على ان 1
صار في عندي سيجما بي البول، بنعمل سيجما بول على ان واحد زائد سيجما بول على ان اثنين. ايش هذا البول ديستنيشن؟ قال لك اه بدك تروح تطلع للتو فيريانس اللي عندك. مش انا عندي المفروض ان انا بحكي عن تو سامبل، يعني لكل وحده في فيريانس، فيريانس الاولى وفيريانس الثانيه. الفيريانس تبع الاولى اسمها اس واحد تربيع، والفيريانس تبع الثانيه اسمها اس اثنين تربيع. هدول بدي اجمعهم واعمل لهم فيريانس واحد، والفيريانس واحد هذا اطلع منه ستاندر ايرور بالطريقه هذه. اها اطلع منه ستاندر ايرور بالطريقه هذه. كيف؟ هياكم البولد ستاندر ايرور اللي طلعته على ان واحد، البولد ستاندر ايرور اللي طلعته على ان اثنين، كله تحت الجذر هذا صار ستاندر ايرور. هلقد بلش نعرف كيف نحسب البولد ستاندر، البولد فيريانس عفوا، البولد فيريانس، لانه هنا تعلمنا كيف نحسب البولد ستاندر ايرور، بس كيف احسب البولد فيريانس؟ بالطريقه هذه. قال لك ان واحد ناقص ان اثنين، السامبل الاولى نقص منها واحد، ايش هذا؟ بتعرفوها هذا ان واحد ناقص واحد او ان ناقص واحد يعني ديجري اوف فريدم. اه ديجري اوف فريدم، برافو عليكم. يعني ديجري اوف فريدم للعينه الاولى اللي هي الان ناقص واحد ضرب الفيريانس تبعها زائد الديجري اوف فريدم للعينه الثانيه ضرب الفيريانس تبعها، الفيريانس تبعها اس 2 سكوير، هنا اس 1 سكوير، اس 1 تربيع يعني الفيريانس تبع العينه الاولى، هنا اس 2 تربيع يعني الفيريانس تبع العينه الثانيه على الديجري اوف فريدم للعينتين. ايش هذا كيف بنعمله؟ قال لك ان 1 زائد ان 2 ناقص 2. ليش؟ لانه هاي ناقص 1 وهاي ناقص 1، ديجري اوف فريدم للثنتين ناقص 2. يعني إذا العينة هذه 9 10 والعينة هذه 10، هنا بتصير 9 ضرب الفيريانس تبعها زائد 9 ضرب الفيريانس تبعها على 10 و10 20 ناقص 2 18 على 18. يعني ايش؟ اللي هو ديجري اوف فريدم الأولى 9 زائد ديجري اوف فريدم الثانية 9، 9 و9 18. مفهوم؟ تمام مفهوم. إذا هيك طلعنا مين؟ طلعنا البولد فيريانس، يبقى البولد فيريانس طلع رقم. خلص الستاندرد ايرور هو عباره عن الجذر الطبيعي للبول فيريانس على الان، كمان مره بقسم على زائد الجذر البول فيريانس على الان كله تحت الجذر. بستخدم واطبق القانون، بطلع استيميشن لمين؟ للنيو واحد ناقص نيو اثنين اللي انا بدي اياها تبع عن البوبيوليشن. من وين جبتها وانا مش عارف الفيريانس تبع البوبيوليشن؟ باستخدام التي تيست والسامبل مين، استخدمت السامبل مين الاكس بار 1 والاكس بار 2. تمام. وما انه السامبل مين انا بقدر اعرف المين تبعهم، بقدر اعرف الفيريانس تبعهم لانه انا بحسبه، بقدر احسب البول فيريانس واطلع البولد ستاندرد ايرور، وبالتالي استخدمهم وطلعت ايش الحل. هات نشوف مثال، هات نشوف مثال. قال لك في عندي عالم اسمه جراند هول was to determine the effectiveness of an integrated outpatient اللي هو double diagnosis treatment program for mentally ill subject. تمام. البرنامج لتشخيص الناس اللي عندها مشاكل mentally يعني. The author were addressing the problem of substances abuse issue among people with severe mental disorders. A retrospective chart review was performed on 50 consecutive patient referrals to the substance abuse mental illness program at VA San Diego Healthcare System. One of the outcome variables examined was the number of inpatient treatment days for psychiatric disorder during the year following the end of the program. Among 18 subjects with schizophrenia, the mean number of treatment days was 4.7. The mean subject of the treatment days, and هو جاب الزلمة 50 مريض أخذ لهم اللي هو عفوا 18 مريض سكيزوفرينيا
ها هو اخذ عينات ريترو ل 50 واحد، لكن لقى انه في 18 مريض سكيزوفرينيا المتوسط ايام العلاج كان 4 ايام، يعني في ناس قالت على 5 ايام، في 7 ايام، 6 ايام، المتوسط كان 4.7 ايام، وده ستاندرد ديفيشن 9.3، يعني في ناس كانت توصل من ال 10 ايام، وفي ناس توصل اللي هو اقل من 4.7، تمام، لانه ستاندرد ديفيشن 9.3. وفور 10 سبجكت ويز باي بولر ديس اوردر، بقيت ال 50 ما كانوش سكيزوفرينيا. 18 كانت سكيزوفرينيا. 10 تانيين كان باي بولر عندهم ديس اوردر، طب قديش التريتمنت ديز تبعتهم؟ كانت 8.8 والستاندرد ديفيشن 11.5. بحكي لك ستاندرد ديفيشن بس تبع السامبل، ها تمام. We wish to construct a 95% confidence interval for the difference between the means of the population represented by the two samples. قال لك عندك two samples، ناس سكيزوفرينيا وناس bipolar disorder. هذول عددهم 18، الثانيين عددهم 10. المين تبع ايام العلاج للاولى لسكيزوفرينيا 4.7 والستاندرد ديفيشن 9.3، المين للثانيين كان 8.8 والستاندرد ديفيشن 11.5، تمام. الحسبه حتبدا بانه انا اعرف البولد فيرينس، بعدين اطبق في القانون. البولد فيرينس بكل بساطه، البولد فيرينس اس سكوير بول بيساوي طلب ان واحد ناقص واحد، فاكرين؟ اها، ضرب ايش؟ ضرب الفيريانس تبع الاولى، الفيريانس تبع الاولى هي عباره عن ستاندرد ديفيشن تربيع، مو مدينية، هاي مدينة ستاندرد ديفيشن يبدا بربعه، ايوه تمام، زائد ان 2 ناقص 1 10 ناقص 1 ضرب الستاندرد ديفيشن تربيع، يعني الفيريانس هذا اسمه الفيريانس، تمام، على ديجري اوف فريدم ناقص 2، ديجري اوف فريدم للاثنين، يعني ان 1 زائد ان 2 ناقص 2، تمام، هيها ايش طلع الجواب؟ 102، تمام. هي عرفنا البول، ايش بدي؟ طبعا عرفت انه الديجري اوف فريدم كيف جبناها؟ بكل بساطه ان 1 زائد ان 2 ناقص 2 يعني 18 زائد 10 20، عفوا 18 زائد 10 28 ناقص 2 ايش بتطلع؟ 26، تمام؟ تمام. الديجري اوف فريدم 26، طب ليش انا مهتم يعني؟ ما هي 18 زائد 10 ناقص 2 عملناها، لا لازم تعرف انه هذه هي الديجري اوف فريدم، ليش؟ عشان لما بدك تروح تجيب الريلابيلتي كوفيشنت تسوي بدك تروح على جدول التي وتدور على الكوفيشنت تبع التي في العمود تبع الاو بوينت اللي هو 7.5، هو اللي بيديني ليفل 95%، فاكرين؟ هات نشوفها. لو رحنا على الجدول، مش جايب انا الجدول هنا بس وجدت اياه في المحاضره السابقه، بكل بساطه بتروح على الجدول وبتروح على العمود اللي موجود عنده اللي هو العمود اللي موجود عنده اللي هي 0.975، وبتنزل تحت لما بتوصل للديجري في اوف فريدم اللي بتكون 26، هو هذا بيكون الرقم. قديش بيطلع يا ترى؟ قال لك بيطلع 2.0555. لو كل واحد عملها انت الجداول حيلاقي فعلا. لو كل واحد اطلع على الجدول حيلاقي فعلا هذا الكلام صحيح، اوكي؟ حنطبق بالمعادله اللي عندنا 102.333، هذه حنحطها على ال 18 زائد 102.33 على ال 10 كله تحت الجذر، حنطلع المعادله هذه لحالها حتطلع رقم، حنضربه في 2.0005 عفوا نضربه فيها، وبعدين اللي بيطلع نجمعه على الفرق بين هذول الرقمين اللي هو ناقص 4.1، ايوه هذا الرقم،
بنجمعه على 4.1 وبنطرحه من 4.1 حد السالب، فبيطلع عندي رقم بالسالب من ناقص 12.3 ل 4.1، من ناقص 12 ل 4، من السالب للموجب، من السالب للموجب. بمر بالصفر شكله فعلا بمر بالصفر. اذا في احد المراحل كان 101 بتساوي 102، ولا كيف بيطلع صفر؟ بيكون 205 ناقص 5. اها، معناه انه الانتربريتيشن تبعتي للموضوع هذا حتكون كالتالي. هذا كالتالي، قال لك الانتربريتيشن: We are 95% confident that the difference between population mean is somewhere between minus 12.3 and 4.10. Since the interval includes zero, the interval هذه includes zero ولا لا؟ Or includes zero. We conclude that the population mean may be equal. Population mean ربما تكون equal، ولذلك ما بنقدر نقول انه في فرق ذو دلالة إحصائية بين أيام العلاج تبعت السكيزوفرينيا والبايبولا، رغم إنه هذا طلع 9.3 وطلع 8.8، مع إنه في فرق رقم، أنا 7.9.3 8.3، الفرق حوالي 5 من 10، بس الفرق هذا ما طلعش ذو دلالة إحصائية نهائيا، يعني كأنه 9.3 كأنه هي 8.8 إحصائيا، تمام؟ بالنسبة للبوبيليشن كمان البحث. تمام. اذا هيك خلصنا المثال. قال لك طيب لو البوبوليشن فيريانس نت ايكوال ايش يعني؟ قال لك هذا كله اللي احنا عملناه وافترضناه على اساس انه البوبوليشن فيريانس انون مش عارفينه، بس افترضنا انه ايكوال، انه افترضنا انه متساوي عند العينه هاي البايبولر، لو احنا عارفينه هو حيكون بيساوي عند العينه اللي تبعت السكيزوفرينيا الفيريانس. احنا مش عارفينه، لكن افترضنا افتراضا انه هو متساوي، كل الناس زي بعض في نفس المجتمع، لكن لو احنا عارفين انه لا 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 الفيريانس مش ايكوال، قال لك بدنا نستخدم معادلات ثانيه. العالم فيشر عمل معادله ثانيه بتعمل لنا وين؟ بتعمل لنا توزيع لا التي عشان نطلعها، بديش ارهقكم فيها لانه اللي اخذناه بالاول والمعادله هذه تبعت العالم فيشر عشان شويه نتغلب برضه حنطبقه على الكمبيوتر. انتم تعلمتوا الان وحديكم اكسرسايز تنفذوه على اللي هو الفرق او كيف تطلع الكونفيدنس انترفال لا الديفرنس بتوين تو مين، هتحسبوه وهتحلوه، والمحاضره الجايه هنتعلم كيف نعمله على الاس بي اس اس ونخلصه بكل سهوله. بقيه المحاضره هذا بتحكي لنا كيف لو انا بدي اعمل اللي هو الكونفيدنس انترفال للبروبورشن لتو بروبورشن. بالاول كنا بنحل لمين، يعني كان عندي اكس بار، طب لو كان بروبورشن ايش يعني بروبورشن؟ بروبورشن يعني مثلا انسيدنت، بريفلنس، اودز، هذول بروبورشن كلهم اسمهم، ريسك، مش هذول ايش على بروبورشن، تمام. طب لو انا بدي اطلع الكونفدنس انترفال للبروبورشن، قال لك بكل بساطه لو كان عندك واحد بروبورشن بتروح بتقول البروبورشن اللي عندك بي هات، اللي هو الاستيميشن، يعني بي هات يعني الاستيميشن، بلس ماينس زد واحد اللي هو زد واحد ناقص الفا على 2 يعني 1.96 اذا انا بحكي عن 95 كونفدنس انترفال، ضرب اللي هو البي هات في 1 ناقص البي هات على ان. بكل بساطه البي هات قديش كانت؟ 5 من 7 من 10، 1 ناقص البي هات يعني 3 من 10، 7 من 10 بضل 3 من 10 على ان كله تحت الجذر، بضرب 1.96 ب وبجمعه على البي اللي عندي اللي احنا اعتبرناها مثلا 7 من 10 وبرقصه منها بيطلع لي كونفدنس انترفال، بقول انه البي تبعتي تبعت البوبوليشن بتقع في مكان ما بين كذا وكذا. نشوف مثال، نشوف سهله، يعني لو انا كان في عندي
قال لك في 2003 زاد 18% of internal users have used it to اللي هو عن الانترنت بحكي to search for information، بيستخدموا الانترنت عشان يدوروا على المعلومات زيكم ما شاء الله. يعني 100% منكم يستخدموا النت عشان يدوروا على المعلومات for information. في امريكا للاسف شنو زينا يعني شنو مهمين بس 18% بيستخدموه للمعلومات. Regarding experimental treatment of medicine تمام؟ The sample consisted of 1220 adults internet users 1220 واحد and information was collected from telephone على التليفون. بالله بتستخدم النت عشان تطلع experimental treatment في المديسين والله لا تمام. We wish to control 95% confidence interval for the proportion of internet users in the sample population who have researched for information on experimental treatment or medicine. دور بدور على experimental treatment او على علاجات من بين 1220 واحد اتصلنا عليهم 18% 18% 18%. إذا النسبة هذه 18% من ال 1220. إذا البروبورشن إيش صار عندي؟ صار البي هات هي 18%. إذا we shall assume that the 1220 subject were sampled in random. The best point estimate for the population proportion إيش كانت؟ بي هات بتساوي 18%. أي 18% تمام. The size of the sample قديش السايز تبع السامبل اور بي ار سفيشنت ماجنتيود تو جاستيفاي يوز اوف ذا ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. ليش؟ حينا كبيره 1200 اكبر من 30 بنقول بنفع على الزد يبدو هذا على طول بنروح فيه على الزد ديستريبيوشن تمام. تو جاستيفاي يوز اوف ذا ستاندرد نورمال ديستريبيوشن ان كونستراكتنج كونفيدنت انترفال ذا ريلابيلتي كوفيشنت كورسبوندينج تو ذا كوفيشنت ليفل اوف 95% ايه 1.96 and our estimate of standard error قديش ال بي ال variance تبع ال بي هات ايش يا جماعه؟ ها؟ ايش بده يكون؟ الجذر التربيعي ل بي هات ناقص بي واحد ناقص بي على اللي هو ايش؟ الان مش هي تو قلناه في القانون تو هات من هاي الستاندرد ايرور اللي بدنا نضرب فيه تمام؟ تمام. اذا الستاندرد ايرور تبع الفيريس تبعنا هو هذا تمام. اذا ايش حتصير المعادله؟ حتصير المعادله تبعت الفيريس تبعت الستاندرد ايرور البروبورشن 1.8 ضرب 1.8 1 ناقص 1.8 يعني 8.2. اذا 1.8 ضرب عفوا 0.18 ضرب 0.82 على الان 1220 كله تحت الجذر طلع رقم الرقم هذا 0. اللي هو 0110 هذا بدي اجمعه عفوا لسه بدي اضربه ب 1.9 اللي هي الكوفيشنت الريلابيلتي كوفيشنت واطلع رقم طلع 0.22 اجمعه على 0.18 واطرح اطرحه من 0.18 حيطلع لي 0.58 له اللي هو 0.202 2 2 فوق الصفر معناه انه في فرق ذو دلاله احصائيه بين سوري انا عندي بروبورشن واحد مش تو بروبورشن تمام. بروبورشن واحد بس هذا معناه ان البروبورشن تبع البوبوليشن بقع في منطقه ما بين واحد اللي هو 16% تقريبا ل 20%. فعشان هيك بنقول we are 95% confident that the population proportion B is between over 16% و 20% because in repeated sampling هذا الكلام انا ما بديش اياه، انا بدي الترجمه العمليه اللي فوق تمام. On the basis of these results, we would expect with 95% confidence to find somewhere between 15.8 شوفوا ترجمة ثانية بتخليكم تفهموا أكثر 15.8%
اد 20.2 بير كم؟ من 15.16% زي ما انا تو كنت احكي ل 20% بير كم؟ اوف ادل انترنت يوزرز تو هاف يوز ات فور انفورميشن اون ميديسين اند اكسبيرمنتال تريتمنت. هذه هي الترجمه اللي انت لازم تطلع فيها في البحث. ترجمه الناس بدها تقرا البحث ما لها دعوه بالرياضيات. هذه الترجمه البراكتيكال تبعتنا احنا كونفدنت انه البوبيوليشن بروبورشن هنا. طب ايش هذا معناه؟ معناه هذا الكلام انه احنا تو لما سالنا الناس السامبل قال لك 18% بيستخدموا السامبل. طب ايش هذا خلاني افهم؟ خلاني افهم انه في البوبيوليشن من 16 ل 20% من الناس بيستخدم الايش؟ الانترنت عشان يطلع معلومات زي السامبل. حوالين السامة هي سامة 18 هي ترى من 16 ل 20%. ما انا من وين جبتها يعني؟ اعتمدت على السامة بس جبتها بشكل حقيقي يمثل لي البوبيوليشن كله، تمام؟ لو بدي انا اطلع البوبيوليشن للديفرنس بين التو بوبيوليشن بروبورشن ها؟ خلينا بس نرجع على هذا بعدين نرجع للتو بوبيوليشن بروبورشن حيستخدم نفس القصة تبعت اللي استخدمناها في المين بس حيلزمني اني اعمل اللي هو البولد ايش؟ بولد ستاندرد عن طريق اني انا اعمل بولد فيريانس. كيف؟ عن طريق القانون هذا اعمل انا اللي هو الستاندرد ايرور استيميت يوزوالي. كيف؟ بطلعه اللي هو السيجما تبعت بي 1 هات ناقص بي 2 بي 1 اللي هي في 1 ناقص بي. كنا نعمل ايش؟ على ان مش هيك؟ لا انا صارت هيك على ان زائد بي 2 في 1 ناقص بي على ان 2 سهله كله تحت الجذر نفسه طلع اللي حكينا فيها هاد هي كانت بي 1 في 1 ناقص بي على ان رحنا حطينا زائد بي 2 انا سميناها 1 وهنا اللي هي 1 رحنا حطينا زائد بي 2 في 1 ناقص بي 2 على ان 2 لان انا 1 في الثانيه صارت 2 هيا اوكي هيا وطلعنا الستاندرد ايرور ورحنا هنا صرنا مطلعينه رحنا عملنا بي 1 ناقص بي 2 طلعناه ورحنا ضربنا في 1.96 وعملنا نفس المعادله هيات بي 1 وبي 2 جمعناهم طلعنا رقم رحنا الرقم هذا هنا بده ايش يبدو الكونفزنت انترفال بدي اياها 99% فاستخدمنا 2.58 لو طلعنا على السؤال هذا حلاقيه طالب مني هذا الكلام قال لك بده وي ويش تو كونستراكت 99% كونفيدنت من جدول مين؟ الزد ما ننساش هذا دائما انا في البروبورشن عند عينات كبيره بروح على جدول الزد تمام وبروح بقى اطلع جدول الزد عارفين 99 قلنا 2.58 وبنطلع الكونفيدنت انترفال تبعتنا وبنعرف انه البروبورشن بيقع في منطقه ما بين الانترفال هذه اذا كانت الانترفال تحتوي زيرو يعني البروبورشن هذول قد يكونوا متساويين وبالتالي ما فيش ديفرنس اذا كان لا يحتوي زيرو بقول اشهد بالله التو بروبورشن هذول مختلفين Since the interval does not include zero, we conclude that the two population proportions are not equal. تمام؟ هذا بالنسبة للبروبورشن. بدي أرجع معكم للهايبوثيسيس تيستينج في المحاضرة القادمة إن شاء الله نشرح ونطبق على الـ SPSS كيف بنعمله. تمام كيف بنطلع اللي هو التي تيست بحد ذاته التي تيست بحد ذاته كيف بنطلعه وكيف بنحسبه مانيوال وكيف بنحسبه عن طريق الاس بي اس اس ونطلع كمان اللي هو الكونفيدنس انترفال اوكي يعطيكم العافيه وشكرا لكم ولا